أهلا بكم في قناة العالمي على اليوتيوب. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 26/8/2024 في البنوك المصرية. الدولار الأمريكي، سجل الدولار الأمريكي ساعة 48.67 جنيه للشراء، 48.81 جنيه للبيع. اليورو، سجل اليورو ساعة 54.37 جنيه للشراء، 54.52 جنيه للبيع. جنيه استرليني، سجل الجنيه الاسترليني ساعة 64.26 جنيه للشراء، 64.45 جنيه للبيع. دولار كندي، سجل الدولار الكندي ساعة 36.04 جنيه للشراء، 36.15 جنيه للبيع. كرون دنماركي، سجل كرون الدنماركي ساعة 7.28 جنيه للشراء، 7.30 جنيه للبيع. كرون نرويجي، سجل كرون النرويجي ساعة 4.61 جنيه للشراء، 4.63 جنيه للبيع. كرون سويدي، سجل كرون السويدي ساعة 4.67 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع. فرانك سويسري، سجل فرانك السويسري ساعة 57.49 جنيه للشراء، 57.66 جنيه للبيع. ميت ين ياباني، سجل ميت ين ياباني ساعة 33.79 جنيه للشراء، 33.88 جنيه للبيع. ريال سعودي، سجل ريال السعودي ساعة 12.97 جنيه للشراء، 13 جنيه للبيع. دينار كويتي، سجل دينار الكويتي ساعة 159.35 جنيه للشراء، 159.84 جنيه للبيع. درهم إماراتي، سجل الدرهم الإماراتي ساعة 13.25 جنيه للشراء، 13.29 جنيه للبيع. دولار استرالي، سجل دولار استرالي ساعة 32.97 جنيه للشراء، 33 جنيه للبيع. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالمي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.